إذن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا أعزائي التلاميذ مع محور الدوال. في الحصة الماضية تطرقنا إلى التمرين الأول وتعلق الأمر بدراسة دالة أسية. في التمرين الثاني سنراجع دالة لوغاريتم ليبيري مع تطبيق في السؤال الأخير تطبيق اقتصادي خاص بشعبة السير والاقتصاد. قبل أن أبدأ أنبه أعزائي التلاميذ بأنه يمكنكم سحب الموضوع من الرابط الموجود أسفل الفيديوهات التي نسجلها هكذا حتى يكون بين أيديكم الموضوع وتتابعون الحل معنا. إذن في التمرين الثاني الفقرة الأولى تعطى لنا دالة F معرفة على المجال ناقص واحد مفتوح زائد ما لا نهاية ب F لX تساوي ناقص X زائد واحد زائد ثلاثة ألان X زائد واحد. ثم دائما في المعطيات تمثيلها البياني سأف وهو معطى في الموضوع. للتذكير تمرين هذا هو مقتبس ليس تمرين كامل، مقتبس من موضوع البكالوريا التمرين الرابع لشعبة السير والاقتصاد سنة 2015. إذن تمثيلها هو الواضح في الشكل هذا. لدينا هنا بعض القيم، هنا مثلا صورة الإثنان سنحتاج إليها فيما بعد هي ناقص واحد زائد ثلاثة ألان ثلاثة وتساوي تقريبا 2.3، ثم صورة نصف واحد على اثنين هي تقريبا 1.72. مثلتهما هنا نصف واحد على اثنين صورته 1.72 أي أقل من اثنان، وصورة الاثنان هي اف لاثنين وتساوي تقريبا 2.3. إذا نبدأ بالإجابة على الأسئلة. إذا السؤال الأول يطلب منا، إذا أولا السؤال الأول المطلوب هو حساب النهاية، أحسب نهاية الدالة F عند ناقص واحد بقيم أكبر. إذا حساب النهاية ليميت لF لX لما X يؤول إلى ناقص واحد بقيم أكبر. إذا نحسب هذه النهاية. أنا لابد أن نذكر بنهايات الدالة اللوغاريتم النيبيري. إذا الدالة اللوغاريتم النيبيري أعزائي التلاميذ دالة ln معرفة على المجال صفر مفتوح زائد ما لا نهاية. إذا النهايات الأساسية لدينا النهاية لما x يؤول إلى صفر بقيم أكبر لألان x وتساوي ناقص ما لا نهاية، ثم النهاية ليميت لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية لألان x وتساوي زائد ما لا نهاية. بالإضافة إلى نهايات أخرى، السؤال الأول نحتاج فقط إلى معرفة هاتين النهايتين كي نجيب على السؤال الأول. إذا نشرع في الإجابة. إذا الليميت لما x يؤول إلى ناقص واحد بقيم أكبر لF لX. إذا عندما يؤول x إلى ناقص واحد، إذا ناقص x سيؤول إلى الواحد زائد واحد اثنان، معنى هذا الجزء من الدالة ناقص x زائد واحد سيؤول إلى اثنان. الآن ننظر إلى الجزء الثاني من الدالة. إذا لدينا هنا ثلاثة ألان x زائد واحد. لما x يؤول إلى ناقص واحد بقيم أكبر، بمعنى x يأخذ قيم قريبة من ناقص واحد ولكن يبقى أكبر من ناقص واحد. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن x عندما ننقل ناقص واحد إلى الطرف الأيسر، هذا يعني أن x زائد واحد سيكون أكبر قريب من صفر ولكن موجب أكبر من الصفر. إذا العبارة بين قوسين لما x يؤول إلى ناقص واحد بقيم أكبر زائد واحد ستؤول إلى صفر موجب، بمعنى هذا القوس يؤول إلى صفر موجب. ونحن نعلم أن نهاية الدالة ألان
عند الصفر موجب هي ناقص ما لا نهاية، ليس شرطا أن يكون هنا فقط X. مهما كانت العبارة، عندما تؤول إلى صفر موجب فإن ألن هذه العبارة يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هذا باستعمال كما رأيتم في القسم نهاية الدوال مركبة. إذن X زائد 1 سيؤول إلى صفر بقيم أكبر، وألن X زائد 1 سيؤول حتما إلى ناقص ما لا نهاية. إذن ناقص X زائد 1 يؤول إلى 2، و 3 ألن X زائد 1 يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. النهاية ككل، النتيجة هي ناقص ما لا نهاية. هنا لا توجد حالة عدم تعيين. إذن نضع النتيجة ثم نبررها، لابد من تبرير النتائج. لماذا وجدنا ناقص ما لا نهاية؟ لأن أولا ناقص X زائد 1 يؤول إلى 2، ثم X زائد 1 لما X يؤول إلى ناقص 1 بقيم أكبر يؤول إلى صفر موجب، ثم ألن X زائد 1 سيؤول إلى ماذا؟ إلى ناقص ما لا نهاية. إذن هذا يكفي كتبرير، والنتيجة هي ناقص ما لا نهاية. السؤال الثاني في التمرين، إذن ثانيا المطلوب هو حساب النهاية، نهاية الدالة F عند زائد ما لا نهاية. إذن حساب النهاية ليميت لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية لF لX. في السؤال يعطى هكذا، يعطى ليميت لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية لألن X زائد 1، لألن X زائد 1 على X تساوي الصفر. هذه من المعطيات الإضافية مع السؤال الثاني. إذا نحسب هذه النهاية، إذا نبدأ ليميت لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية لF لX. هنا كان سابقا لي وأن أشرت أنه عند حساب النهاية دائما نبدأ بحساب النهاية ذهنيا أو باستعمال ورقة مساعدة. إن وجدنا النهاية نكتبها كما فعلنا هنا ثم نبرر، إن وجدنا حالة عدم تعيين لابد من إشارة إليها. إذا نبدأ بحساب النهاية. إذا لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إذا ناقص X سيؤول إلى ناقص ما لا نهاية، زائد 1 سيؤول إلى، قال العبارة هذه تؤول إلى ناقص ما لا نهاية. ثم الآن العبارة بين قوسين X زائد 1، إذا لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية X زائد 1 سيؤول إلى زائد ما لا نهاية، ثم الآن X زائد 1 سيؤول إلى زائد ما لا نهاية. وبالتالي لدينا ماذا؟ هذا الطرف ناقص X زائد 1 يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ثم ألن X زائد 1 ومعه 3 ألن X زائد 1 يؤول إلى زائد ما لا نهاية. لدينا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، وهي إحدى حالات عدم تعيين. إذن هنا لا بد من الإشارة إليها. إذن نكتب هنا حالة عدم تعيين من الشكل، ما هو شكل حالة عدم تعيين؟ ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. لا نكتب تساوي ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، فقط نشير إلى نوع حالة عدم تعيين. الآن كيف نرفعها؟ عند زائد ما لا نهاية فقط نفكر في إخراج عامل مشترك لإزالة حالة عدم تعيين. الأمر سيعطينا في هذه الحالة، إذا ليميت لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية لF لX، العامل المشترك الذي سنقترحه هو بالتأكيد X. ربما تقول لماذا؟ لأننا عندما نخرج X هنا عامل مشترك سنحصل على العبارة ألن X زائد 1 على X، وهذه العبارة أعطيت لنا النتيجة
تساوي صفر عند زائد ما لا نهاية. إذا نخرج x عن المشترك، إذا نحصل على ليميت لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية x، نفتح قوس هنا يبقى لنا ناقص واحد، ثم هنا ليس لدينا العامل x، نقسم على x بكل بساطة، إذا زائد واحد على x، بحيث إذا نشرنا سنحصل على x في ناقص واحد ناقص x، ها هو، و x في واحد على x بعد اختزال x يعطينا الواحد، معناه لم نغير في عبارة الدالة، ثم ماذا؟ زائد ثلاثة في ألن x زائد واحد، هنا ما عندناش x، هذا x راه داخل ألن، معناه لا يمكن يخرجه من هنا بهذه الطريقة، ما عندناش x مضروب في ألن x زائد واحد، نقسم على x كذلك هكذا، ثم نغلق القوس. ننظر الآن هل رفعت حالة عدم التعيين أم لا؟ إذن نهتم بالقوس، هنا x سيؤول إلى زائد ما لا نهاية حتما، ناقص واحد قيمة ثابتة تبقى ناقص واحد، الآن واحد على x عند زائد ما لا نهاية نعلم جميعا أنه يؤول إلى صفر، ثم هذه العبارة هي ألن x زائد واحد على x عند زائد ما لا نهاية، من المعطيات قيل لنا أنها تؤول إلى الصفر، بمعنى داخل القوس العبارة هذه تؤول إلى صفر واحد على x، ثم ألن x زائد واحد على x تؤول إلى صفر مضروبة في ثلاثة صفر، ويبقى لنا بين قوسين فقط ناقص واحد، وهكذا أكيد حالة عدم التعيين سترفع. إذن القوس يؤول إلى ناقص واحد وإكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، جداؤهما يعطينا ناقص ما لا نهاية. إذا الآن نكتب ناقص ما لا نهاية ثم نبررها، أهم المراحل التي أوصلتنا إلى هذا. السبب أن واحد على إكس يؤول إلى صفر، ثم ألن إكس هكذا أكتبها لأنها أعطيت لنا، لها تبرير بالتأكيد نستطيع أن نثبت هذه النهاية. هنا من يهتم بالحساب هنا فقط يكفي أن نخرج إكس عامل المشترك داخل القوس، ثم نطبقها وسط دالة ألن ونحصل على النتيجة، لكن بما أنها أعطيت لنا لا نثبت، نستعملها مباشرة. ثم القوس ككل، القوس ككل ناقص واحد زائد واحد على x زائد ثلاثة ألن x زائد واحد على x، القوس ككل سيؤول إلى ناقص واحد، هذا هو تبرير هذه النهاية. نمر الآن إلى السؤال الثالث. ثالثا السؤال الثالث فيه ثلاث أجزاء، الجزء الأول المطلوب هو اتجاه تغير دالة F، إذن دراسة اتجاه تغير الدالة F، ثم شكل جدول تغيراته. نبدأ أولا بدراسة اتجاه التغير، نعلم جميعا أنه لدراسة اتجاه تغير دالة لابد من حساب المشتقة ثم دراسة إشارتها. إذا نبدأ بحساب المشتقة، إذا نقول من أجل كل X ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة F، أي المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية، إذا نحسب المشتقة، إذا F فتحة لـ X تساوي، إذا لابد من تذكير أن هذه الدالة مكتوبة على شكل مجموع دالتين، نحسب نهاية هذه العبارة ثم نهاية 3 ألن إكس زائد 1، لكن هذا الجزء ألن إكس زائد 1 هو عبارة عن دالة ألن مركبة، راه من الشكل ألن أو. أنا فقط أذكركم كيف نشتق العبارات من هذا الشكل، أو الدلال دوال الأن مركبة تكتب من هذا الشكل ألن أو. أنا لدينا أو لي إكس هو إكس زائد واحد، إذن عندما هذه تكون معرفة عندما يكون أو موجب تماما، لأن الدالة ألن معرفة فقط على الأعداد الحقيقية الموجبة تماما، إذن مشتقها هو ماذا؟ هو مشتق دالة أو على ماذا؟ على أو. في مثالنا هذا أو هو إكس زائد واحد،
ونعرف جميعا كيف نشتق x زائد 1. مشتق x زائد 1 مشتق x 1، ومشتق الواحد صفر معناه مشتق القوس هو 1. معناه في هذا المثال ألان x زائد 1 مشتقة، سنجد ماذا؟ مشتق x زائد 1 هو 1، ثم حسب الدستور على U بمعنى على x زائد 1. إذا نطبق هذا التذكير نحصل على ماذا؟ إذا مشتق دالة F، إذا مشتق ناقص x هو ناقص 1، مشتق الواحد ثابت مشتق هو صفر، ثم زائد 3 في ألان x زائد 1. هذه راهي من شكل عدد في دالة، نشتق الدالة ثم نضرب في العدد، بمعنى زائد 3 في ماذا؟ في مشتق ألان x زائد 1، ومشتق ألان x زائد 1 قلنا هو 1 على x زائد 1، إذا 1 على x زائد 1، 3 في. نوحد هنا المقام بين العبارتين، نحصل على ماذا؟ المقام المشترك هو x زائد 1، نضرب هنا في ناقص 1 في x زائد 1، أي ناقص x زائد 1 زائد 3، لأن 3 في 1 على هو فقط 3 على x زائد 1، ونجد ماذا؟ إذن A فتحة لـ X تساوي، إذن نتخلص من الأقواس ونغير إشارة ما بداخل القوس، إذن نحصل على ناقص 1 في X وهو ناقص X، ثم ناقص 1 في 1 ناقص 1، ثم زائد 3 الكل على X زائد 1، ونحصل أخيرا على ماذا؟ إذا ناقص 1 زائد 3 هو 2، ونحصل على عبارة ناقص x زائد 2 على x زائد 1. هذه هي عبارة f فتحة x. الآن نهتم بإشارة f فتحة x. هنا لابد أن تنتبه إلى أن المقام x زائد 1 موجب تماما. لماذا؟ لأن دالة معرفة على ناقص 1 زائد ما لا نهاية، هذا القوس موجب مهما كانت x ينتمي إلى ناقص 1 زائد ما لا نهاية، وهذه العبارة هي التي وجدناها في المقام، معنى هذه العبارة هي موجبة تماما، معنى ما الذي يتحكم في إشارة المشتقة هو فقط البسط، أي ناقص x زائد 1. إذن إشارة f فتحة لـ x المشتقة من إشارة ناقص x زائد 1. الآن العبارة ناقص x زائد 1 هي ثنائي حد من الدرجة الأولى، ونعلم أن ثنائي حد من الدرجة الأولى أو العبارة التآلفية اختصارا دائما تنعدم عند قيمة ثم تتغير إشارتها. إذن القيمة التي تعدم ناقص x زائد 2 هي القيمة 2. إذن نبحث أولا عن القيمة التي تعدم المشتقة، نكتب f فتحة لـ x يساوي الصفر، معناه أن ناقص x زائد 2 يساوي الصفر. بتحويل 2 إلى الطرف الآخر نجد، أو بتحويل مباشرة ناقص x إلى الطرف الآخر نجد 2 يساوي x، أو بكل بساطة x يساوي 2. إذا المشتقة تنعدم عند 2، والملاحظة أن 2 يدخل في مجموع التعريف، وهو الذي مثلناه هنا. من أجل القيمة 2 المشتقة تنعدم، من أجل القيمة 2 المشتقة تنعدم المشتقة. إذن نقيم جدول إشارة المشتقة الآن هكذا. إذن لدينا المجال هو ناقص 1 زائد ما لا نهاية، القيمة اللي تعدم المشتقة هي 2، وإشارة F فتحة لX قلنا من قبل هي من إشارة ناقص x زائد 1، إذا المشتقة تنعدم هنا عند 2. نعرف أن إشارة ثنائي حد من الدرجة الأولى قبل القيمة اللي تعدم أو قبل الجذر هو عكس إشارة A هنا ناقص 1 عكس إشارة ناقص 1، معناه ستكون المشتقة موجبة على المجال ناقص 1 مفتوح 2. ثم إشارة A بعد القيمة اللي تعدم أي إشارة ناقص 1، وبالتالي
ستكون المشتقة سالبة على المجال 2 زائد ما لا نهاية. إذا نجيب على السؤال المطلوب هو دراسة اتجاه التغير، لا نتوقف فقط عند الإشارة، نقول اف دالة متزايدة تماما على المجال ناقص واحد مفتوح 2، وهذا يبدو أكيد من خلال الشكل الذي أعطي لنا. انتبه، عندنا عند ناقص واحد هنا عندنا مستقيم مقارب موازي لمحور التراتيب، لأن النتيجة وجدنا عند ناقص واحد قيمة محدودة وجدنا ناقص ما لا نهاية. إذن إكس يساوي ناقص واحد هي معادلة مستقيم مقارب يوازي المحور التراتيب. إذن من ناقص واحد حتى 2 المنحنى هو منحنى دالة متزايدة، بمعنى أن في المجال هذا الدالة اف متزايدة، وهذا يؤكد النتيجة التي وجدناها بالحساب. ثم ماذا نقول؟ و إذا اف دالة متزايدة تماما ومتناقصة تماما على المجال 2 زائد ما لا نهاية، وهذا الذي يبدو في الشكل. على ما تبقى من المجال ناقص واحد زائد، إذن في المجال 2 زائد ما لا نهاية الدالة متناقصة، معناه المعطيات تتناسب تماما مع الحسابات. ثم جدول التغيرات، المطلوب جدول التغيرات. إذن جدول التغيرات إذا هو جدول تغيرات الدالة. إذا مجموع التعريف، نبدأ بمجموع التعريف ناقص واحد زائد ما لا نهاية، ثم المشتقة وجدنا أنها تنعدم عند الإثنان نضيف 2 إلى المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية، ثم تغيرات الدالة اف الواردة هنا. إذا المشتقة إشارتها قلنا موجبة في المجال الأول تنعدم عند 2 سالبة في المجال الثاني، والدالة ستكون حتما متزايدة فمتناقصة. يبقى الآن فقط أن نضيف النهاية حتى يكتمل تكتمل مجموعة التعريف. النهاية عند ناقص واحد بقيم أكبر وجدنا أنها هي ناقص ما لا نهاية، وهذا يؤكد أعيد شكل المعطى. لما إكس يؤول ناقص واحد بقيم أكبر المنحنى أو الدالة تؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ثم الدالة تتزايد من ناقص ما لا نهاية حتى القيمة هذه، أي حتى الأف لاثنين. وأف لاثنين حسبته هنا، أف لاثنين هو ناقص واحد زائد ثلاثة ألا اثنين، ويساوي تقريبا 2.3 بتعويض هنا إكس بإثنان. إذا هنا أف لاثنين، ثم عند زائد ما لا نهاية وجدنا النهاية ناقص ما لا نهاية، وهذا يؤكده الشكل. لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية الدالة تؤول كذلك إلى ناقص ما لا نهاية. إذن هذا هو السؤال الثالث ألف. إذن نمر الآن إلى السؤال 3 ب. السؤال 3 ب المطلوب هو ماذا؟ اكتب معادلة المماس تي للمنحنى سي اف الموازي للمستقيم ذا المعادلة إيكغيك يساوي إكس. إذا نعود نبدأ من هنا مجددا. إذا با معادلة معادلة المماس تي لي سي اف، اكيد اذا هذا المماس كيف هو؟ موازي للمستقيم. اذا معادلة المماس تي الموازي للمستقيم ذا المعادلة إيكغيك يساوي إكس.
إذا المستقيم Y يساوي X. في المعطيات نريد إيجاد ماذا؟ معادلة المماس للمنحنى CF الذي يوازي هذا المستقيم. أولا عندما نقول أن مماس يوازي مستقيما آخر أو أن مستقيمان متوازيان، لابد أن أذكر إذا كان لدينا مستقيم دلتا معادلته من الشكل Y يساوي AX زائد B، ومستقيم آخر دلتا فتحة معادلته Y تساوي A فتحة X زائد B فتحة. متى يكون المستقيمان متوازيان؟ إذا كان لهما نفس معامل توجيه، بمعنى أن A يساوي A فتحة. إذا المطلوب معادلة المماس T الموازي للمستقيم الذي معادل Y يساوي X، بينما المعامل هنا هو واحد، معامل التوجيه هو واحد، بمعنى أن المطلوب نريد معادلة المماس الذي معامل توجيهه يساوي واحد. ونحن نعلم أن معامل توجيه مماس هو ماذا؟ هو العدد المشتق للدالة عند X صفر. الآن إذا ذكرت معادلة مماس كيف تكتب؟ تكتب هكذا: Y يساوي F فتحة لX صفر في X ناقص X صفر زائد F لX صفر. هذه معادلة المماس عند النقطة ذات الفاصلة X صفر. هنا الملاحظ في هذه الكتابة أن معامل التوجيه هنا بعد النشر سنجد ماذا؟ F فتحة لX في X، ثم ما تبقى سيكون من الشكل B، كله عدد، كله أعداد معلومة. F فتحة لX في ناقص X صفر زائد X صفر، هذا عدد معلوم، معناه معامل التوجيه في المماس هو دائما العدد المشتق. إذا للإجابة على هذا السؤال ماذا نفعل؟ نحل المعادلة: معامل التوجيه يساوي واحد بما أنه متوازيا. نحل المعادلة: F فتحة لX صفر يساوي واحد لإيجاد أولا قيمة X صفر قبل أن نكتب معادلة المماس. إذن هنا نقول ماذا باختصار؟ إذن معامل توجيه T هو ماذا؟ هو العدد المشتق عند النقطة ذات الفاصلة X صفر، ويساوي ماذا؟ واحد، لأنه يوازي Y يساوي X. إذن هنا لابد من حل هذه المعادلة. هنا إما نحل معادلة F فتحة X تساوي واحد، أو نحل معادلة F فتحة X يساوي واحد، المهم هو حل المعادلة، مع العلم أن معادلة المشتقة هي ناقص X زائد 2 على X زائد واحد. إذن نحل هذه المعادلة. إذن F فتحة لX صفر يساوي واحد. أذكر حتى نجد أولا فاصلة النقطة التي يكون فيها المماس لCF موازي لهذا المستقيم Y يساوي X. إذن هذا معناه ماذا؟ أن ناقص X صفر، أنا مادام اختاريت المعادلة F فتحة لX صفر يساوي واحد، نعوض X هنا بX صفر ونجد ماذا؟ ناقص X صفر زائد 2 على X صفر زائد واحد ويساوي واحد. إذن جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين، بمعنى ناقص X صفر زائد واحد في واحد، حتى وإن لم يكن مكتوب هنا المقام واحد، يساوي X صفر زائد واحد في واحد، ونحصل على ناقص X صفر زائد 2 يساوي X صفر زائد واحد. إذن نحول X صفر من طرف أيمن إلى الطرف أيسر، أو العكس، ناقص X صفر من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن، ثم نأتي بالواحد من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، نحصل على ماذا؟ إذن عندما نحول ناقص X صفر إلى الطرف الآخر سنجد ماذا؟ إذن X صفر زائد X صفر، X صفر زائد X صفر يساوي ماذا؟ ثم حولنا الواحد إلى هذا الطرف، 2 ناقص واحد ويساوي واحد، أي 2 X صفر يساوي واحد، ومن X صفر يساوي نصف. ما معنى هذا الكلام؟ معناه فاصلة النقطة التي يكون فيها المماس T يوازي المستقيم، فاصلة هذه النقطة هي X صفر يساوي واحد على 2، وقد مثلتها هنا، هاي
واحد على 2. لماذا مثلت هذه القيمة؟ لأن عند هذه القيمة هذه تمثل فاصلة النقطة التي يكون فيها المماس لسي اف يوازي المستقيم ذو المعادلة y يساوي x. إذن نكتب الآن معادلة المماس. إذن معادلة المماس t. إذن العبارة العامة للمعادلة أذكرها هنا هي y. إذن t معادلته y يساوي f فتحة لx صفر في x ناقص x صفر زائد f لx صفر. لكن وجدنا أن x صفر يساوي ماذا؟ واحد. عفواً واحد على 2، نصف x صفر هو واحد على 2. إذن كيف ستكتب المعادلة الآن مجدداً؟ f فتحة لواحد على 2 في x ناقص واحد على 2 زائد f لواحد على 2. لابد إذن من حساب f فتحة لواحد على 2. واش يمثل اف واحد اف فتحة لواحد على 2؟ يمثل معامل توجيه المماس تي عند النقطة ذات الفاصلة واحد على 2، ونعلم مسبقا أنه يوازي المستقيم ذو المعادلة y يساوي x. معناه هنا لا داعي لحساب معامل التوجيه مرة ثانية، هو مباشرة واحد بما أنهما متوازيان. إذا نكتب مباشرة f فتحة لواحد على 2 هو واحد، لأن في المنطلق انطلقنا من معامل التوجيه يساوي واحد، وجدنا x هو واحد على 2. ثم يبقى لنا ماذا؟ حساب f لواحد على 2. إذا f لواحد على 2 سيساوي ماذا؟ إذا نأتي إلى عبارة الدالة ونعوض x بناقص واحد على بواحد على 2. نجد هنا ناقص واحد على 2 زائد واحد زائد 3 ألن واحد على 2 زائد واحد. ونجد ماذا؟ إذا ناقص واحد على 2 زائد واحد أو واحد ناقص واحد على 2، واحد ناقص صفر، يبقى لنا ماذا؟ واحد على 2. ثم واحد على 2 زائد واحد عندما نوحد المقام، مقام مشترك هنا هو 2، نضرب الواحد في 2، واحد زائد 2 3 على 2 بمعنى زائد 3 ألن 3 على 2. ها هو هنا f لواحد على 2 هو نصف زائد 3 في ألن 3 على 2 ويساوي تقريبا 1.72، وهي القيمة الممثلة هنا. هذه القيمة 1.72 تقريبا، هذه هي ترتيبة النقطة أو نقطة التماس التي فاصلتها 1 على 2. الآن نواصل كتابة المعادلة، نواصل كتابة المعادلة. إذا لدينا y يساوي ماذا؟ إذا f فتحة لواحد على 2 هو واحد في x ناقص واحد على 2 زائد واحد على 2 f لواحد على 2، وهو هذه العبارة أي زائد واحد على 2 زائد 3 ألن 3 على 2. إذا نحصل على ماذا؟ إذا الواحد في أي عبارة يبقى لدينا، تبقى لدينا فقط العبارة. إذا x ناقص واحد على 2 زائد واحد على 2 زائد 3 ألن 3 على 2. ناقص واحد على 2 زائد واحد على 2 يعطينا ماذا؟ صفر. ويبقى لنا أخيرا x زائد 3 ألن 3 على 2. هذه معادلة المماس لسي اف الموازي للمستقيم الذي معادلته y يساوي x. نواصل مع السؤال. إذن ثالثا قلنا فيه ألف ب ثم جيم
إذن في سؤال جيم المطلوب هو تعيين عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي أم كي يكون للمعادلة F لX يساوي X زائد M حلين موجبين تماما. إذن جيم تعيين بياني أنا ليس بالحساب بالاعتماد على المنحنى، تعيين بياني لقيم M كي يكون للمعادلة أي معادلة F لX يساوي X زائد M حلين موجبين تماما. الملاحظة الأولى، لم يطلب منا المناقشة البيانية، أنا طلب منا فقط حالة معينة وهي الحالة التي يكون فيها لهذه المعادلة بيانيا حلين موجبين تماما. أنا فقط لابد من الإشارة إلى هذه المعادلة، ما معناها عندما نقول F لX يساوي X زائد M بيانيا، ما معنى هذا الكلام؟ أولا يمكن كتابة هذه المعادلة على الشكل التالي، Y يساوي F لX من جهة و Y يساوي X زائد M. هذه الجملة ماذا تمثل بيانيا؟ تمثل تقاطع، تقاطع ماذا؟ تقاطع CF، لأن Y يساوي F لX بيانيا هو المنحنى الذي بين أيدينا والمرسوم باللون الأخضر، والآن Y يساوي X زائد M هذا يمثل ماذا؟ هذا يمثل مستقيم، نستطيع أن نسميه مثلا D ومعادلته Y يساوي X زائد M. الآن ما هي حلول هذه المعادلة؟ أعيد وأؤكد بيانيا، هي فواصل نقط تقاطع CM مع هذا المستقيم، معناه حيثما توجد نقط تقاطع بين المنحنى CF والمستقيم Y يساوي X زائد M هناك حلول، والحلول هي ماذا؟ هي بالضبط فواصل نقط تقاطع. إذن الحل البياني، الحل أو الحلول البيانية للمعادلة أي معادلة هي فواصل نقط تقاطع CF مع المستقيم الذي أعطيته تسمية D ومعادلته Y يساوي X زائد M. معناه سنرسم هنا مستقيم هذا الذي معادلته Y يساوي X زائد M، ثم نرى نقط تقاطع هذا المنحنى مع CF، لكن لابد من الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن معامل توجيه هذا المستقيم هو واحد، X زائد M معامل توجيه واحد، ثم المماس معادلته Y يساوي X زائد 3 على 2 على 3 على 2 ومعامل التوجيه كذلك واحد، معنى هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم، ثم المستقيم الذي أعطي لنا هنا الذي معادلته Y يساوي X هو كذلك يوازي هذين المستقيمين. إذا لابد من الإشارة إلى أن هذه المستقيمات الثلاث متوازية. إذا نبدأ برسم أولا المستقيم Y يساوي X. Y يساوي X هذا من المستقيمات الشهيرة أو ما يسمى بالمنصف الأول، معناه في هذا المستقيم كل نقطة فاصلتها تساوي ترتيباتها. إذا يشمل المبدأ X يساوي الصفر Y يساوي الصفر، ويشمل النقطة ذات الفاصلة واحد والترتيبة واحد، هنا واحد. إذا ها هو المستقيم الأول Y يساوي X، هذا المستقيم Y يساوي X. ثم المستقيم الثاني المماس، المماس هذا في عند أي نقطة؟ عند النقطة التي فاصلتها X صفر يساوي واحد على اثنين، واحد على اثنين، والترتيبة كم؟ هي 1.72، هي ممثلة هنا. نعم،
المماس هذا يوازي المستقيم ذو المعادلة y يساوي x، بمعنى عند هذه النقطة نرسم مستقيما يوازي y يساوي x. هذا هو y يساوي، عفوا، هذا المماس t. الآن المستقيم d، لاحظنا بأن هذه المستقيمة الثلاث، مستقيم y يساوي x أو المماس أو المستقيم d الذي نبحث عن نقط تقاطعه مع المنحنى CF، قلنا هو كذلك يوازي هذه المستقيمة الثلاث. إذا نرسم هنا مستقيما، سأرسمه بالأحمر، هذا فقط أن يكون موازي، أرسم أي مستقيم فقط أن يكون موازي للمستقيمين السابقين، هذا هو الذي سميته دي. معادلته ماذا؟ هذا دي، ومعادلته y يساوي x زائد m. الآن القيمة هنا، أو كما نقول ترتيبة عند الصفر، بمعنى عند إعطاء x قيمة صفر ماذا نجد ترتيبة؟ نجد m، اكتبوها بالأحمر، الآن m يتغير على r، شئتم هنا بيانيا على محور تراتيب، يتغير من ناقص ما لا نهاية حتى زائد ما لا نهاية. الآن كيف نبحث عن نقاط التقاطع؟ إذا ننظر إلى جميع النقاط أو جميع النقاط تقاطع بين المستقيم d والمنحنى CF، ثم نستخرج منها فقط التي يكون من أجل هذه المعادلة حلين موجبين تماما. انتبهوا معي، أكيد أن المماس يبقى دائما موازي لهذا المستقيم y يساوي x وللمماس t، بمعنى دائما نصعد إن شئت أو نغير هذا المستقيم d بالتوازي مع المستقيمين t و y يساوي x. هذا ما نسميه عادة بالمناقشة البيانية المائلة، لأن المستقيم مائل في هذه الحالة. الآن انظروا معي إلى نقاط التقاطع. المنحنى يقطع، عفوا، المستقيم يقطع المنحنى في هذه النقطة، كيف هي فاصلتها؟ ها هي الفاصلة موجبة، لأننا على الجزء الموجب من محور الفواصل، ثم يقطع هنا، ثم يقطع هنا نقطة تقاطع أخرى. الآن كيف هي فاصلتها؟ إذا أسقطنا هذه النقطة على محور الفواصل سنجد فاصلة سالبة. إذن هذا لا يجيب على السؤال، نحن نريد فقط متى يكون المعادلة حلين موجبين تماما. إذن إذا جاء أن هذا المستقيم يتغير بالتوازي مع المستقيمين y يساوي x و t، سنلاحظ أننا في جميع هذه الحالات دائما عندنا النقطتين فاصلة الأولى موجبة والثانية سالبة، حتى هنا عندما يكون منطبق على y يساوي x، فاصلة موجبة وفاصلة سالبة، ثم نبدأ نحرك مستقيم d بالتوازي حتى نصل إلى هذه النقطة. عندما يكون مستقيم d هنا معناه سيشمل، ستكون معادلته ماذا؟ هنا قيمة m هي واحد، قيمة m هي واحد، أتكلم عن هذا المستقيم، هذا قيمة m هي واحد، معناه المعادلة هي y يساوي x زائد واحد. الآن هنا كم توجد من نقطة تقاطع؟ توجد نقطتين، الأولى فاصلتها صفر والثانية فاصلتها موجبة، لا نجيب على السؤال في هذه الحالة، هنا كاين حل معدوم وحل موجب، نحن نريد حلين موجبين تماما. سنستعين بهذا المستقيم الذي تكلمت عنه الآن، هذا الذي يوازي t ويشمل النقطة ذات الفاصلة صفر والترتيبة واحد، هنا واحد. الآن لو نجعل المستقيم d بين هذين المستقيمين، هذا الذي معادلته y يساوي x زائد واحد و t بين هذا وهذا، أكيد
أن المستقيم D سأرسمه هنا، ها هو بين المستقيمين وبالتوازي معهما، هذا سيقطع المنحنى أكيد في نقطتين. والفاصلة النقطتين كيف ستكون؟ هي فاصلة النقطة الأولى موجبة وفاصلة النقطة الثانية موجبة، بمعنى أن المستقيم دي يجب أن يكون بين هذا المستقيم الذي معادلته y يساوي x زائد واحد، لأننا أعطينا هنا الآن قيمة واحد، والمماس دي لأن هي قيمة أم، معناها أم يجب أن يكون محصور بين الواحد وبين هاته القيمة. الآن ما هي هاته القيمة؟ نأتي إلى معادلة المماس. معادلة المماس هي y يساوي x زائد 3 على 2. إذن هنا هذا التقاطع مع محور التراتيب أو الترتيبة من أجل x يساوي صفر. إذن عندما نعوض x بصفر نجد ماذا؟ 3 ألا على 2، بمعنى هذه القيمة هنا هي 3 الأن 3 على 2. إذن القيمتان اللتان تجعلان للمعادلة حلين موجبين تماما هي أن يكون أم محصور بين الواحد تماما وبين 3 ألا 3 على 2. إذن ومنه ستقبل المعادلة f x يساوي x زائد ام حلين موجبين تماما عندما يكون ام محصور بين ام و 3 ألا 3 على 2. إذن نجيب على السؤال، ماذا مطلوب هو بيانيا؟ نقول بكل بساطة قيم ام المطلوبة، أي كي يكون للمعادلة حلين موجبين تماما، هي أن يكون أم أكبر تماما من واحد وأصغر تماما من 3 ألا 3 على 2. إذن هذا هو السؤال الثالث. إذن نستريح قليلا ونعود إلى السؤال الرابع.